أهلا بكل مشاهدينا، لقاء متجدد على شاشة القناة الثانية في التلفزيون المصري وبرنامجكم أيامنا. بنقابل حضراتكم النهاردة ومعانا عدد من الأيام اللي استطاع من خلالها المصريين إن هم يحفروا إنجازاتهم بحروف من ذهب في التاريخ، ويقولوا للأجيال القادمة سواء الأبناء أو الأحفاد قد إيه هم تعبوا في سنوات قليلة واستحملوا حاجات كتيرة جدا علشان يقدروا يوصلوا لهذه الإنجازات اللي بتعتبر في عمر الزمان وفي تعريف الزمان أيضا معجزات بمعنى الكلمة. عدد من هذه الإنجازات هنستعرضها مع حضراتكم النهاردة، الإنجازات اللي حصلت في شهر نوفمبر، وهنستعرض معاكم إزاي قدروا المصريين في تاريخهم الحديث من 2014 لحد النهاردة إن هم يحققوها. تابعونا وأيامنا. جنة ولا على البال اللي شايفه خيال، واخد قلبي وعيني الجمال ده يا عيني. جنة ولا على البال يوم 5 نوفمبر من عام 2020، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة لتطوير المنشآت الشرطية، لأن من المعروف طبعا أن جناحا الأمن الخارجي والداخلي في مصر سواء الجيش المصري العظيم أو الشرطة المصرية العظيمة اللي بتعمل على توفير الأمن والأمان الداخلي للمواطن، ده بيستلزم عدد من المنشآت وأيضا التجهيزات اللي توفر لرجال الشرطة ان هم يقوموا بعملهم على اكمل وجه. تم افتتاح المقر الجديد لمديرية امن الجيزة في 6 اكتوبر في هذا اليوم على احدث الطرز الامنية والانشائية اللي بتوفر للجهاز العظيم ده، جهاز الشرطة المصرية، انه يقوم بدوره على اكمل وجه. بالطبع كانت مديرية امن الجيزة في مكانها القديم بالقرب من حديقة الأرمان وجامعة القاهرة، مكان ضيق وما بيوفرش العديد من العناصر الأمنية اللي بتحتاجها منظومة الأمن داخل مديرية أمن الجيزة. فكانت رؤية الدولة المصرية والوزارة، وزارة الداخلية، إن هي تنشئ هذا المقر الجديد بهذه الكيفية وهذه الإمكانات. هنتعرف على هذا المقر وإنشاؤه والوظائف اللي بيقوم بيها من خلال فقرتنا التالية. تابعونا. في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، تم افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة في نوفمبر من عام 2020. والمديرية تقع عند تقاطع طريق مصر اسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو. وفي هذا الإطار الذي يتم لتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، تم بناء هذه المديرية على أحدث النماذج المعمارية التي تضم عددا من المباني الملحقة، ومن أهمها غرفة إدارة أزمات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات حديثة
لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة. ومبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة الذي يضم أحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية إلى جانب مقر الديوان العام للمديرية ومبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية. كما تم الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل هذا المقر عبر منظومة متكاملة مزودة بأحدث الأجهزة المتطورة التي تسهم في تقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر. كما روعي عند إنشاء المقر تخصيص أماكن لتقديم هذه الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إطار الحرص عليهم وتسهيل عملية إنهاء الإجراءات لهم. وهنتوقف معاكم عند يوم 5 نوفمبر من عام 2019. اليوم ده تم تطوير ميناء ومنطقة العين السخنة كمنطقة تجارة وجذب عالمية في الواقع. طبعا لما مصر رأت ان يتم تطوير منطقة قناة السويس بصفة عامة وانشاء قناة السويس الجديدة، ده كان في اطار رؤية متكاملة لتطوير محور قناة السويس لمنطقة لوجستيات ومنطقة تجارة حرة جاذبة للاستثمارات حول العالم. من أهم المناطق اللي موجودة في هذا المحور منطقة ميناء العين السخنة، واللي تم النظر إليها بشكل كبير لوضعها على خريطة التجارة العالمية، لأنها بالفعل في مسار السفن العملاقة اللي بتعبر قناة السويس، وممكن تكون ليها مستقبل ضخم للغاية بدأت به في الفعل. هنستعرض مع حضراتكم أهمية هذه المنطقة وتطويرها من خلال فقرتنا التالية، تابعونا. أصبحت الموانئ المصرية محط أنظار الشركات العالمية لما تشهده من حجم أعمال واستثمارات عملاقة لتحويل ميناء العين السخنة إلى أكبر ميناء محوري لخدمة التجارة العالمية بين جنوب شرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا. ولذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بتطوير منطقة وميناء العين السخنة، وهي عبارة عن محور صناعي ولوجستي رئيسي يقع عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، ويجمع بين مرافق الموانئ والمناطق الصناعية والسكنية والطرق الممهدة والسكك الحديدية وربطها بالقاهرة والسويس أكثر من 162 كيلو متر مربع من مجموع 210 كيلو متر مربع من العين السخنة مخصصة للتصنيع. وقد تم تصميم المنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة فضلا عن المرافق التجارية، كما توجد فرص للتطوير العقاري وبناء المجمعات السكنية، وتشمل الأنشطة ذات الصلة بالنقل البحري وبناء السفن وخدمات الإصلاح وتزويد السفن بالوقود وتكهين الحاويات وإعادة تدويرها. Thank you.
في يوم 5 نوفمبر من عام 2019 افتتح المصريين مصنع الدرفلة 3 بالسويس. المصنع ده بينتج الحقيقة آلاف الأطنان من خام الحديد المدرفل، وبيساهم في الاقتصاد القومي المصري مساهمة كبيرة، وبيقلل من استيراد الحديد المصنع بشكل كبير، بيساهم في دفع عجلة الإنتاج والبناء في مصر. والحقيقة احنا شايفين قد ايه هناك مشروعات عملاقة بتنشأ، طرق وكباري، الأماكن الدولة بتنشئها لتحويل حياة المصريين اللي كانوا عايشين في عشوائيات إلى مناطق آمنة، والمصانع اللي بتنشأ، والعديد من هذه المشروعات الكبرى اللي بتحتاج للحديد بكميات ضخمة. عشان كده كان إنشاء هذا المصنع واحد من العلامات المهمة في السنوات القليلة الماضية، واللي قدر المصريين من خلالهم ان يقدروا ان هم يضعوا بصمة في هذا المجال. تفاصيل اكتر عن هذا المصنع وانتاجه من خلال فقرتنا التالية. مصنع الدرفلة 3 بالسويس. يقع المصنع على مساحة 310 ألاف متر مربع، بطاقة إنتاجية 1.4 من 10 مليون طن سنويا، والذي بافتتاحه يرفع حجم إنتاج الحديد في مصر، منتجا أفضل نوعيات الحديد المطابقة للمواصفات العالمية، وبذلك يرتفع عدد مصانع الحديد إلى 3 مصانع درفلة، لترتفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح بالشركة إلى 2.3 من 10 مليون طن سنويا. ويعمل المصنع الجديد بتكنولوجيا الاختزال المباشر لخام الحديد باستخدام الغاز الطبيعي لتحويله إلى حديد إسفنجي، ثم يتم صهره في الأفران الكهربائية ثم تشكيله كمنتج نهائي. ويضم مجمع مصانع شركة السويس للصلب 11 مصنعا تشتمل على مصانع لاختزال مكورات الحديد، ومصنعين للصهر، وثلاث مصانع للدرفلة، ومصنع للغازات الصناعية، ومصنعين للجير، ومصنع لتشكيل الحديد، وآخر لطحن خبث الحديد وإعادة تدويره. هنرجع مع حضراتكم لأيامنا في شهر نوفمبر 2019، وفي أيام هذا الشهر قدر المصريين إن هم ينجزوا الخطة القومية لحماية المناطق المتضررة من أخطار السيول. والمناطق دي كانت الحقيقة في أوقات الأمطار والسيول بيبقى فيها العديد من المشكلات اللي بتصيب أهالي هذه المناطق في بيوتهم وفي أراضيهم وفي استثماراتهم. عشان كده قدرت الدولة من خلال هذه الخطة القومية الشاملة لمواجهة أخطار السيول إن هي تقلل من هذه الأخطار إلى أقصى درجة، وتحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين المصريين اللي حياتهم بتقع في مسارات ومخرات هذه السيول. تفاصيل أكثر عن هذه الخطة وتنفيذها من خلال فقرتنا التالية، تابعونا وأيامنا. شهد قطاع الموارد المائية والري اهتماما بالغا من القيادة السياسية خلال الأعوام الثمانية الماضية، ذلك في إطار خطة الإصلاح والتطوير، حيث قامت وزارة الري بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية بغرب الدلتا لمواجهة أخطار السيول. وقد قامت وزارة الري بالإشراف على تنفيذ عدد 14 عملية تم تمويلها من صندوق تحيا مصر لمواجهة أخطار السيول بمحافظتي البحيرة والإسكندرية،
بتكلفة إجمالية حوالي 1.25 مليار جنيه، وتشمل إنشاء 4 محطات رفع: الخيري، الدشودي، شريشرة، تروجا، وأعمال إنشاء مرسل الصيادين للمكس، حيث تم عمل حواجز أمواج بطول 300 متر ورصيف بحري بطول 250 مترا وعرض 7 أمتار عند نهاية مجرى طرد المكس داخل البحر المتوسط. وتم أيضا تغطية مصرف تعمير الصحاري وإنشاء وتطهير مجرى مصرف إدكو في بعض المسافات، وإنشاء كوبري خرسانة مسلحة على مصب مصرف القاهرة، كما تم إنشاء بربخ بالدفع النفقي لمصب مصرف تعميل الصحاري 1 أسفل ترعة مريوط لدعم الصحارة القديمة. كل الشكر وكل التقدير لمشاهدينا اللي تابعونا من خلال حلقتنا النهاردة وأيامنا، واللي استعرضنا من خلالها عدد من الأيام اللي قدروا المصريين ان هم يحققوا فيها انجازات بتعبهم وبعرقهم وبجهودهم وبفلوسهم وبأفكارهم اللي بالفعل غيرت شكل الحياة على وجه جمهورية مصر العربية في سنوات قليلة من عام 2014 وإلى الآن. الأسبوع القادم إن شاء الله عدد من هذه الإنجازات الجديدة وأيامنا على شاشة القناة الثانية. إلى اللقاء.